سمعتي؟ هاد رجيم للبنات يلي بيتدربوا عنا. ايه فهمت. وانتي جايبة برك؟ ممنوع ياكلوا، وأكيد ما فيهم ياكلوا مخلل. طلعوا بحالكن منيح، انتي جبتي لها برك وهي مجهزة حالها لتستمتع فيهم. أنا آسفة، بس ما خطر ببالي إنك تكوني عاملة جدول رجيم للبنات اللي بدهم يتدربوا عندك. بس هالشي عظيم ومنيح كتير لإلهم، بفيدهم. ومن هلأ ورايح ميرا ما عاد تاكل هاي الأكلات أبداً، ورح تتبع النظام الغذائي يلي أنتي عاملتيه، ورح تعمل كل شي بتقولي لازم عليه. لازم تسمع كلامي، أصلاً ما عندها خيار تاني. صحيح، قبل ما تروحي من هون بدي ورجي طلابي شغلة، ممكن تستني؟ شكراً. بنات كلياتكن تعوا. آسفة إذا رح خجلك، بس لازم ورجيهم هالنموذج، كتير ضروري. يا بنات بدي إياكن تطلعوا عليها وعلى شكلها كتير منيح. طلعوا على طريقتها باللبس، طلعوا على موديل شعرها وشو لابسة برجلها، وآخر شي طلعوا على وقفتها. خبروني شو يلي استنتجتوا. هاي إمّا. غلط. هاي ست بيت هندية تقليدية بسيطة، ربت منزل من الطبقة المتوسطة. إذا ما ركزتوا على التدريب بأكاديمية سوني كودي، مستقبلكن رح يكون بخطر، ورح تصيروا أشخاص مملين وعاديين مثل هالمرة تماماً. لأنه إذا ما تدربتوا بالأكاديمية فمستحيل تقدروا تتزوجوا من عائلة مخملية إطلاقاً. شو رح يصير؟ رح تتزوجوا بشي شخص من الطبقة المتوسطة، بالكتير عنده شغل عادي أو شي دخل يمشي حاله فيه. رح تقضوا طول عمركن على القلة والتعتير، ولما تتزوجوا الرجال من الطبقة المتوسطة ساعتها أنتم مجبورين تكونوا ربات منزل مملين، وما إلكن دور بالمجتمع، وما عندكن شغلة وعملة إلا تنظفوا البيت وتشتغلوا كل نهار بالمطبخ وتعملوا برك معباية زيت. لهيك لازم تعرفوا كتير منيح شو بدكن تصيروا بالمستقبل، زوجة من الطبقة المخملية ولا ست بيت جهلة ما بتختلف عن الخادمة بشي. بس أنتي زودتيها كتير، ما بسمح لك تحكي عن أمي بهي الطريقة. شو مفكرة حالك؟ عم تقولي عنا ست بيت متخلفة؟ مفكرة حالك أحسن؟ أنتي شو ما عملتي بتضلي وحدة سطحية، ما فيكي تعملي قد ربع الشي اللي عملته أمي بحياتها. طولي بالك ميرا. لا أمي، خلص هي بلشت بالأول، بس أنا رح أنهي هالحديث. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.